السلام عليكم، ازيكم؟ في بعض القضايا كده ممكن تبص عليها وتلاقيها بعيد عنك خالص، مصر ملهاش دعوة بالقضايا دي خالص ولا هتأثر علينا، وبعيد. زي قضية ايه؟ زي قضية السيل الشمالي 2. السيل الشمالي 2 اللي قلب اوروبا له ابعاد كارثية على الاقتصاد المصري، كارثية. وعلى فكرة مش الاقتصاد المصري فقط، ده الاقتصاد بتاع المنطقة كلها. بلاش كده، انا عاوز اقول لك القضية دي مأثرة على تعيين امريكا سفراء وظباط امن سفارة الجزائر. ايه رأيك بقى في سفارة الجزائر؟ عندهم مشكلة في تعيين سفراء، مش في الجزائر فقط، في الكاميرون، في المكسيك. هل الموضوع وقف عند كده؟ خالص، الموضوع كان بيلعب دور حاسم في اجتياح الروس لأوكرانيا. موضوع خطير جدا، وممكن تشوفه من بره مشروع اقتصادي في حين ان هو كارثي. ده موضوع هيغير اللعبة كلها، قواعد اللعبة كلها تغير على منطقة. ازاي؟ هو ايه السيل الشمالي 2؟ بص، انا كنت عملت حلقة عن السيل الشمالي 2 وشرحته بالتفصيل عشان ابقى صريح معاك يعني. والحقيقه ان في بعض الناس برضو بعتت لي وقالت لي احنا عايزين نعرف التطورات، وبعض الناس قالوا لي لا احنا مش فاهمين قوي اللي حصل في السيل الشمالي. فده اللي هيخليني اشرح لك الموضوع من الاول يعني كله بقى. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان في خط غاز طبيعي بيطلع من روسيا يعدي على اوكرانيا وبولندا وبعدين يروح المانيا. الحقيقه الخط ده عادي جدا، بس بيوفر لالمانيا 55 مليار متر مكعب غاز سنويا. الالمان عندهم شراهة في الغاز الطبيعي وما عندهمش القدرة لانتاج غاز طبيعي انها تكفي احتياجاتهم والكلام ده كله، فعاوزين غاز باي شكل. وعلى فكرة بمرور الوقت هتلاقي الاوروبيين بيتجهوا من البترول للغاز في كل حاجة، يعني هيحاولوا يعتمدوا على الغاز الطبيعي بشكل كبير جدا، يعني بقى عشان الاحتباس الحراري وعشان حاجات كتيرة جدا. فاستهلاك اوروبا من الغاز هيبتدي يزيد مش يقل. فالالمان بياخدوا الكمية دي من روسيا اللي هي 55 مليار متر مكعب في السنة، الباقي بياخدوه من الامريكان، بيجي لهم مراكب غاز مسال من امريكا تروح لحد اوروبا، والمانيا تاخد اللي هي عاوزاه من الغاز الطبيعي الامريكي. فتعتبر المانيا بتاخد من امريكا وبتاخد من روسيا، وفي برضو بعض الشحنات بتاخدها من شرق بحر المتوسط، من الجزائر بقى، من مصر لو بتنتج جديد، وهكذا. اوروبا حاليا بتاخد غاز من كل حته في العالم، مش سايبه يعني. الحقيقه ان حصلت مفاجاه ان شركه نورد ستروم او الشركه المشغله للخطوط الانابيب دي، هي اسمها نورد ستروم، اعلنت عن انشاء خط جديد بقى. يعني قالوا في 2015، هو الاعلان تم في 2015، التنفيذ الفعلي يعني الفعلي كان في 2018 و2019، ده الاكتر فتره او اكتر سنه اشتغلوا فيها على الخط ده. فجت شركه نورد ستروم قالت لك على فكره احنا هنمد خط جديد. خط جديد ايه؟ ما انت موصل خط اوريدي. قال لك لا خط بالتوازي يوفر لالمانيا 110 مليار متر مكعب، يعني هيمدوا انابيب تانية او خط جديد كده موازي للخط القديم، هيوفر برضو كام؟ 55 مليار متر مكعب، فيبقى عند المانيا 110 بدل 55 مليار. طيب مفيش مشكله. قالك لا بس الخط ده موازي بس مش هيعدي على اوكرانيا ولا بولندا. بص بقى على اللعب الجديد، هو مين اللي بيعمل الخط ده؟ اللي بيعمل الخط ده شركه روسيه اسمها جاز بروم. جاز بروم دي اكبر شركه روسيه في الغاز، ليها النص في خطوط الانابيب دي، مهتمه جدا. طب النص التاني في خمس شركات اوروبيه مشتركه فيه. التمويل زي ما انت شايف كده، جاز بروم هتحط النص والشركات الاوروبيه هتحط النص. بس الحقيقه ان في شركه سويسريه هي مسؤوله عن توريد المراكب اللي هتدخل الخطوط دي وتوصل الخطوط بين روسيا والمانيا عن طريق بحر البلطيق. الغريبه ان الخط ماشي بالتوازي بالظبط مع الخط القديم وخارج حدود اوكرانيا وبولندا، غريبه جدا. الحقيقه اول ما تم الاعلان عن الخط محدش واقف قدامه قوي، يعني الامريكان استهتروا عادي، الاوروبيين ماشي مفيش مشكله، المانيا كانت مبسوطه جدا بقى، يعني المانيا هي اللي مخلصه الديل. الغريب في الموضوع ان جه في 2019 دونالد ترامب فاق، قال لك لا بقى الخط ده ما يتعملش. طلعت فورن بوليسي منزله مقال فيه اسرار كارثيه عن الخط ده. تقول لك ايه بقى؟ تقول لك دونالد ترامب لما فاق 2019 وعد الاوكرانيين والبولنديين ان الخط ده مش هيتعمل، وامريكا هتعمل اللي في وسعها ان الخط ده ما يتمش. طب هل الامريكان قلبهم قوي على اوكرانيا وبولندا؟ هم الامريكان مش قلبهم على اوكرانيا وبولندا، هم الامريكان همهم على نسبه الغاز اللي هتضيع منهم. يعني خلي بالك ال 55 مليار الجديده اللي هتيجي لالمانيا دي هتخسر من حصه امريكا الغاز المسال الامريكي. هل ده فقط؟ لا، خلي بالك المانيا مش بس هتستورد الغاز من روسيا، يعني المانيا تاخد الغاز اللي جايله في خطوط الانابيب ده تصدره لباقي الدول الاوروبيه. فامريكا مش خايفه فقط على حصتها ال 55 مليار، خايفه على باقي الدول اللي هتروح منها، لان الخط ده لو اتعمل انا خسرت حاجات كتيره جدا. تاني حاجه، الامريكان باصين على الخط ده ان هو بيدي نفوذ لروسيا ضخمه جدا، يعني تخيل روسيا بقى في ايديها تورد الغاز مباشره لالمانيا، صح؟ طب انا لما اديك غاز، على فكره الغاز مش سلعه اقتصاديه فقط، لا الغاز سلعه استراتيجيه، توصيفه في العلوم السياسيه كده
سلعة استراتيجية، سلاح في ايدك. تاني يوم قفل لك الحنفية انت رحت في داهية، لان كل يوم اوروبا بتعتمد على جهاز اكتر واكتر، فانت دلوقتي انت روحك في ايدي. وحلني بقى لما الامريكان ينجدوك ويبعتوا لك مراكب والكلام ده كله. ده حاجة. تاني حاجة، الغاز اللي بيجي مباشرة من روسيا ده ارخص بكتير من الغاز الامريكي. ليه؟ الغاز الامريكي ده غاز مسال. غاز مسال يعني لازم يروح مصنع اسالة يحول الغاز ده صورة سائلة، وبعد كده يتحط على مراكب ويطلع بقى على اوروبا. الموضوع ده بياخد وقت كبير جدا، الموضوع ده مكلف جدا، لان عملية الاسالة وبعدين اعادة الغاز من الصورة السائلة ان هو يبقى غاز تاني مكلفة. انما الغاز الروسي غاز طبيعي يا باشا، جاي لك في انبوبة وطالع على اللي انت عاوزه على طول. فالغاز الروسي ارخص وهيضرب الامريكان في السعر والكمية والنفوس. فدونالد ترامب كان شايف الموضوع ده خطر جدا، وعاوز اقول لك ان هو فرض عقوبات شرسة جدا في 2019، عقوبات ادت ان الخط ده يقف. وقف تماما. طيب الخط وقف على ايه بقى؟ اسمع الكلام. خط وقف طوله المفروض 760 ميل. 2019 كان وقف، كان فاضل له 100 ميل فقط، كانوا كملوا 660 ووقفوا على اخر 100 ميل على حسب فورين بوليسي. الغريب في الموضوع ان الخط ده رجع اشتغل تاني. امتى؟ في ديسمبر 2020 في عز دونالد ترامب ما كان في الحكم، قبل جو بايدن ما يجي اشتغل تاني. اشتغلوا على الخط ده وكملوه. الالمان عاوزين الخط ده باي شكل. فلما جه جو بايدن، انا مش بدافع عنه بس انا بقول لك وجهه نظره، لما جه جو بايدن قالك على فكره، كان تصريح خطير جدا، قالك على فكره انا ما اقدرش امنع السيل الشمالي 2. تصريح يقلب الدنيا. طب حضرتك ما تقدرش تمنع في الغرف المغلقه، مش لازم تطلع بالتصريح ده. لا، هو طلع بالتصريح ده عشان هو عاوز يحسن علاقته بالمانيا، لان هو شايف ان المانيا هي القوه المحركه لاوروبا كلها. وعلى فكره الكلام ده مش مكتوب في فورين بوليسي بس انا بشرحه له. فجو بايدن كان عاوز يعرض نفسه ان هو مختلف عن دونالد ترامب، يعني يعرض نفسه الصوره للاوروبيين ان انا ادخل لكم بصوره جديده، زي ما تقول كده استسلم لالمانيا ودخلها بصوره المحب وبتاع. الحقيقه ان ده ادى ان الجمهوريين لقوا فرصه، الجمهوريين اللي هو الحزب المضاد للحزب الديمقراطي اللي هو منه جو بايدن، يعني جو بايدن جاي من الحزب الديمقراطي، الجمهوريين اللي هم بتوع دونالد ترامب لقوا ان دي فرصه بقى. مسكوا جو بايدن بهدلوه، كل ما يطلع في لقاء يقول له فين السيل الشمالي وايه الاستسلام ده وايه الضعف ده. هل بس كده؟ انت عندك في نائب اسمه تيد كروز. تيد كروز ده نائب في مجلس الشيوخ، عمل ايه بقى؟ وقف جميع تعيينات السفراء الدبلوماسيين، ضباط الامن اللي بيشتغلوا في السفارات اللي في الجزائر، في الكاميرون، في المكسيك. كل الترشيحات اللي بعتها جو بايدن لمجلس النواب ان هو يوافق عليها، تيد كروز ده وقفها. ودي اول مره في التاريخ ان نائب في مجلس الشيوخ يقدر يوقف ترشيحات لاداره امريكيه بالعدد ده كله. العدد ده كله ده عدد ضخم جدا، ده هيأثر على السياسه الامريكيه مع الدول دي، لان انت عندك السفارات دي مش هتأدي دورها بالكفاءات اللي انت فاكرها. فجو بايدن جاله الجمهوريين بهدلوه. مش بس كده، طلعت اوكرانيا في تصريح كان خطير جدا. عن طريق مين؟ عن طريق رئيس شركه نافتو غاز. نافتو غاز دي اكبر شركه اوكرانيه للغاز. الراجل ده طلع بتصريح كان غريب، قالك على فكره السيل الشمالي ده اللي كان بيمر عن حدودنا ده خط امني مش خط اقتصادي. التصريح ده قلب الدنيا. ليه؟ لان خلي بالك اوكرانيا شايفه ان اللي وقف روسيا عن اجتياح باقي اوكرانيا هو السيل الشمالي ده، ان روسيا عارفه انها لو اجتاحت اوكرانيا الاوروبيين كلهم مش هياخدوا منها غاز. فده من ضمن الحاجات ان اوكرانيا مامنه نفسها بالسيل الشمالي، ان هو بيعدي على حدودها ده اولا، ان هو ليه علاقه كبيره جدا اقتصاديه وسياسيه بالامن الاوكراني، فما ينفعش ان روسيا تعمل خط تاني يطلع عن الحدود الاوكرانيه ويأنطر اوكرانيا، ما ينفعش، انت كده هتضربنا في مقتل. ده حاجه. تاني حاجه، اوكرانيا وبولندا بياخدوا في حدود مليار او 2 مليار عبور، رسوم عبور، الخط ده بيعدي على حدوده، فكده انت هتضرب الاقتصاد الاوكراني كمان. فالموضوع خطير جدا. ما هنا جو بايدن في مأزق رهيب. ليه؟ لان انجيلا ميركل وعدت شعبها انها تحل مسألة السيل الشمالي ده هيتعمل قبل ما امشي من الحكم. على فكرة ميركل فضل لها وقت قليل جدا وتسيب الحكم، فوعدت الشعب الالماني كله، قالت لهم انا هحل المشكلة دي قبل ما امشي، ده وعد. فجو بايدن بين اوكرانيا وبين المانيا، فجو بايدن لها الحل على حسب فورين بوليسي. ايه بقى الحل بقى يا باشا؟ حل ان هو لما قابل ميركل قال لها احنا ممكن نحل الموضوع ده هتضيق كده ازاي؟ حتة خفيف. بص بقى الدخلة ازاي؟ قال لها هي مش اوكرانيا وبولندا هيخسروا في حدود مليار 2 مليار؟ رجعيهم استثمارات للبلدين دول، يعني تروح المانيا تبعت شركات تستثمر بنفس المبلغ اللي هتخسره بولندا واوكرانيا، يستثمروا بنفس المبلغ ده في البلدين، فتبقى بولندا واوكرانيا ما تأثروش اقتصاديا، وفي نفس الوقت المانيا توعد امريكا ان لو روسيا لعبت بدلها كده ولا كده تفرض عليها عقوبات. اول ما تم كشف عن الصفقة دي اللي كانت موافقة عليها اوكرانيا وبولندا،
اول بس ما طلعت الاعلام اوكرانيا وبولندا قالوا لهم لا احنا مالناش في الليله دي. الوعود الالمانيه والتطمينات الامريكيه لم تبدد مخاوف اوكرانيا التي تعتبر نقل الغاز الروسي عبر اراضيها وسيله ضغط حيويه في ظل محاربتها الانفصاليين الموالين لموسكو. كييف عبرت عن غضبها من هذا الاتفاق، ووصف وزير خارجيتها في بيان مشترك مع نظيره البولندي الاتفاق بانه تهديد جديد لاوكرانيا ودول اوروبا الوسطى في مجال الطاقة وعلى الصعيدين السياسي والعسكري. احنا ولا نعرف الصفقة ولا موافقين عليها ولا اي حاجة، واللي بيحصل ده لعب عيال وهيأثر على الامن الاوروبي. وعاوز اقول لك حاجة، اوروبا الشرقية كلها قلب على المانيا، بالرغم ان المانيا ممكن تصدر لهم جاز قلبين عليها، خايفين جدا من روسيا. يعني الاوروبيين الشرقيين شايفين ان روسيا بتتوسع جوه الاقتصاد الاوروبي بشكل كبير، خايفين جدا. الحقيقة ان جو بايدن حاليا بيتم انتقاد ادارته بشكل غير طبيعي، منظره قدام العالم ان هو ضعيف جدا، ما قدرش يوقف السيل الشمالي، تعليقه ان انا لما جيت لقيته اكتمل بنسبة 90%، والحقيقة ان جو بايدن فعلا كان ضعيف في الملف ده. الديمقراطيين او الحزب الديمقراطي شايف ان جو بايدن صح. عاوز اقول لك حاجة، ان بعد اكتمال الصفقة دي امريكا هتتقلب على جو بايدن بشكل كبير جدا، يعني الامريكان هيتقلبوا على جو بايدن بشكل كبير. هل هتأثر على شعبيته؟ لا، بس دبلوماسيا زي ما انت شايف كده هيحاربوه، مش هيبقوا راضين عنه قوي. فورين بوليسي بتقول لك تم انتهاء شهر العسل بين جو بايدن او الاداره الامريكيه ونواب في الكونجرس الامريكي اللي هم ضد روسيا بشكل كبير. مش كل نواب الكونجرس الامريكي، بس في نواب بيكرهوا روسيا، دول مش طايقين جو بايدن. تيجي تبص على خط السيل الشمالي ده هيأذي مصر ازاي؟ ايه علاقته بمصر؟ بص بقى يا باشا، اولا هو هيضرب سعر الغاز المسال في العالم كله، لان استهلاك اوروبا او اعتمادها على الغاز المسال هيقل، فهيتضرب ضربه جامده جدا. تاني حاجه، السوق بتاع الغاز المسال هيصغر، انت عندك دول هتخرج، يعني في دول بقى هتاخد بقى السيل الشمالي ده تاخد منه غاز وبتاع مش عارف ايه، من ضمنهم المانيا اكبر مستهلكين، هتبتدي اعتمادها على الغاز هيقل. هتقولي طب ما هم كانوا بياخدوا من الامريكان. ما هو مش من الامريكان فقط، كانوا بياخدوا من دول العالم كلها. في حين عشان تبقى فاهم، في دول استحاله تستغنى عن الغاز المسال، حتى لو روسيا بعتت كميات دي لألمانيا وألمانيا قدرت تصدرها أو قدرت تبعتها لدول تانية، بس برضو مش هتقدر تكفي احتياجات كل أوروبا. ففي دول في أوروبا من ضمنهم إيطاليا مثلا ما زالت معتمدة على الغاز المسال، من ضمنهم فرنسا برضو بتعتمد على الغاز المسال، فدول مش هيبطلوا استيراد. بس برضو انت بتتكلم قدام الخط ده اتعمل التاني مش الأولاني، انت كده بتكسر تابوه أو محرم كانت أمريكا واقفة بكل عنفوانها ضده واتكسرت. فمين قالك ان مش هيتم مد خط تالت ورابع؟ خلي بالك خلاص بقى، روسيا غنية جدا بغاز، الروس عندهم غاز جامد جدا، مين قالك ان هم مش هيمدوا خط تاني وتالت؟ الحقيقة سوق الغاز هيتأثر جامد جدا، مش التأثير اللي هو خلاص 90% من صادراتنا هتقل، بس انا بقولكش كده، بس انا بتكلم على أسعار الغاز هتقل، السوق هيصغر، في تأثير، يعني انت هتتأثر بشكل أو بآخر. خلي بالك انت دلوقتي ابتديت تشم نفسك او اقتصادك ابتدى يشم نفسه بفضل توريد الغاز، انت ابتديت تصدر شحنات كتيره جدا على فكره، يعني مصر مصدره لحد الشهر اللي فات 56 شحنه غاز من دمياط وقتكم. الحاجات دي تبتدي تاثر بيك، مش التاثير العظيم بس هتاثر. في نقطه هنا عايز اقولها، روسيا ما بتحاربكش، يعني روسيا في الموضوع ده مش بص عليك، عشان بس في ناس تفهم الكلام غلط، روسيا في الموضوع ده بص على الامريكان، عاوز تاخد نفوذ تتوسع جوه الاوروبيين وتمسك الاوروبيين من رقبتهم. خلي بالك بعد كده مش الالمان وعدوا الامريكان هيفرضوا عقوبات؟ يبقى قابلني، ما انت كل يوم عمال تعتمد على الغاز، ده هو اللي هيفرض عليك عقوبات. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ودي اخر التطورات في السيل الشمالي 2، ويعتبر كده انتهى، يعني غالبا كده خلاص انتهى. يعني في الاخر واهم حاجه في الموضوع ان هيتضرب السد، يعني ان شاء الله هيتضرب وعلى اللي انت عاوزه. ويا رب انصر مصر، تحيا مصر، سلام. وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين من الضلال.